لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طلاب الأعزاء، أهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة لغتي والوحدة السابعة ووحدة الحيوانات، والدرس الثاني الخروف والذئب. نقرأ الدرس مع بعضنا البعض. حقيقة عند سماعنا لهذا الدرس نجد أن هناك من القيم التربوية الكثيرة التي لابد أن نتعلمها وأن نخرج بها من هذا الدرس. أولها، لابد من التزام رأي الجماعة وعدم الانفراد بالرأي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فنجد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب لم يهاجم الخروف إلا بعد أن ابتعد عن الجماعة وخالف رأيها، وبذلك تعرض للخطر الذي كان أن يؤدي لحياته. كما أن من الفوائد التربوية التي نخرج بها من هذا الدرس أن القوة في الاتحاد والجماعة والأخذ بنصيحة من هم أكبر منا سنا. وبهذا الدرس يا أبطال لابد أن نتعلم قيما كثيرة ونكتسبها من هذا الدرس، أن ألتزم برأي الجماعة وعدم أن ولا أنفرد برأيي، أستمع لرأي الآخرين وأحترمه، الاقتداء بمن هو أكبر منا سنا، أن يكون اقتدانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالمشورة، وأن أشور من هو أكبر مني وأن أسمع برأيه وأخذ من هو أكبر مني سنا وخبرة. وكما شاهدنا من هذا الدرس أن الذئب لم يهاجم الخروف إلا عندما خالف أوامر الجماعة وخالف من هو أكبر منه سنا وابتعد عن القطيع وتعرض للخطورة التي كادت أن تؤدي لحياته. نسمع الفيديو مع بعضنا مرة ثانية. أحسنتم طلاب الأعزاء. ننتقل بعد أن استخرجنا القيم التربوية والفوائد التي أكتسبها من هذا الدرس إلى حل الأسئلة مع بعضنا البعض، ونقرأ السؤال الأول. أين كانت الأغنام تسير؟ عندما أجيب عن هذا السؤال طلاب الأعزاء لابد أن كما تعلمنا أن نحذف أداة الاستفهام من بداية السؤال ونستكمل السؤال الإجابة من السؤال نفسه. أين كانت الأغنام تسير؟ أين كانت الأغنام تسير؟
كانت الأغنام تسير في المرعى. كانت الأغنام تسير في المرعى. أحسنتم. السؤال الثاني: ماذا قال الكبش؟ ماذا قال الكبش للخروف الصغير؟ ماذا قال الكبش للخروف الصغير ولماذا؟ ماذا قال الكبش للخروف الصغير ولماذا؟ أحسنتم. قال الكبش للخروف الصغير: لا تبتعد كي لا يأكله الذئب. لا تبتعد كي لا يأكلك الذئب. السؤال الثالث: أين اختبأ الذئب ولماذا؟ اختبأ الذئب خلف شجرة كي لا تراه الخراف. اختبأ الذئب خلف شجرة كي لا تراه الخراف. السؤال الثالث: ما رأيك في الخروف الصغير؟ وهذا أريد إجابة يا أبطالي، أريد إجابة من كل واحد منكم. ما رأيه في السلوك الذي اتبعه الخروف؟ هل نوافقه أو نرفضه؟ تعالوا معنا نعرف الإجابة. ما رأيك في الخروف؟ ما رأيك في الخروف الصغير؟ الخروف الصغير مخطئ. الخروف الصغير يا أبطالي مخطئ خطأ شديدا، لأنه لم يسمع كلام الكبش ولم يستمع لمن هو أكبر منه سنا. أحسنتم يا أبطالي، إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم مع الخروف والذئب. إلى لقاء قريب بمشيئة الله تعالى مع درس جديد من مادة لغتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.